كلام مهم جداً لكل مصري مقيم في الكويت دلوقتي. خلاص مع التقدم اللي بيحصل والتكنولوجيا اللي كلنا بنعيشها ولمسناها في الواقع في كل حاجة حوالينا، بقى من وانت في البيت أونلاين تقدر تعمل كل حاجة وبخطوة واحدة، وده بيوفر كتير وقت ومجهود انت أولى بيهم. علشان كده السفارة المصرية في الكويت قامت بتفعيل موقع إلكتروني بيوفر للمصريين في الكويت الخدمات الإلكترونية اللي ممكن يحتاجوها من البيت، مش لازم يروحوا القنصلية المصرية علشان يخلصوا حاجاتهم خالص. ومن أهم وأبرز الخدمات دي إنك تقدر تحجز ميعاد في السفارة. يا ترى الحجز إزاي؟ وإيه أصلاً مواعيد السفارة المصرية في الكويت؟ وإيه الخدمات اللي ممكن تحتاج تعملها في السفارة وتحجز ليها؟ تفاصيل كتيرة ومهمة لكل مصري مغترب ومقيم في الكويت، لازم تتفرج على الفيديو ده. خليك معايا، أنا ملك ريان، تابعوني. السفارة المصرية في الكويت بتعتبر من أهم الأماكن لكل مصري مقيم هناك. تقريبا كل حاجة تخص كل مقيم في الكويت بتكون من خلال السفارة، وكل خدمة يقدر يعملها من خلال السفارة برضو. علشان كده السفارة المصرية في الكويت وفرت كتير على المصريين هناك، ووفرت الوقت والمجهود ليهم، وتقدر قبل ما تروح تحجز ميعاد علشان تعمل الخدمة اللي انت عايزها، وبمجرد وصولك وفي دقايق تكون مخلصها، ووداعا للزحمة والطوابير اللي كانت بتضايق كل المصريين. طيب يا ترى ايه هي المعاملات اليومية اللي لازم تروح السفارة علشان تخلصها ومش متاح تقدمها الا من السفارة بس؟ اللي هقولهولك ده هتقولي ما احنا عارفين، ايه الجديد يعني؟ لو عايش بقالك فترة في الكويت اكيد هتكون عارف ان الخدمات دي بتقدمها لك السفارة المصرية للمصريين في الكويت. ولكن لسه ممكن يكون في مصري مقيم جديد لازم يكون عارف اللي ليه واللي عليه، ويعرف الخدمات دي فين ويعملها ازاي ولا ايه. بص يا سيدي، من خلال السفارة تقدر تعمل تصديق على جواز السفر وتجديده، واللي بياخد حوالي 3 ايام من طلب التجديد، وخدمة تجديد الوثائق والشهادات سواء العلمية او شهادات الميلاد للمصريين اللي اتولدوا في الكويت. كمان لو عايز صور تبقى الاصل من اي مستند يخص المواطن المصري المقيم في الكويت. علشان كمان تعرف ميعاد وصول صحيفة الحالة الجنائية من مصر وميعاد وصول جواز السفر ومدة صلاحيته، لو عايز طلب منح التأشيرة كمان معرفة تاريخ ومدة سريان بطاقة الرقم القومي، ولو عايز تعمل جواز بدل فائد تسجيل المواليد والوفيات للمصريين تقدر تجدد الرخص وتستبدلها من خلال السفارة. كمان في السفارة تقدر تسجل الكود وتمد فترة سريان الجوازات المنتهية. طيب يا ترى مواعيد العمل الرسمية للسفارة المصرية في الكويت امتى؟ مواعيد السفارة طول ايام الاسبوع من الساعة 10 صباحا ولحد الساعة 1 بعد الظهر، ما عدا يوم الجمعة والسبت اجازة. السؤال بقى هنا، لو عايز تحجز ميعاد في السفارة يا ترى تعمل ايه؟ كل اللي هتعمله انك هتدخل على موقع القنصلية المصرية في الكويت، هتسجل الدخول، ولو مالكش حساب اصلا على الموقع هتعمل حساب جديد، ومن الصفحة الرئيسية هتضغط على خدمات، وهتختار خدمة حجز موعد السفارة المصرية، وهتختار بعد كده نوع الخدمة اللي عايزها. زي ما وضحت لك قبل كده كل اللي هتعمله وكل اللي عليك هنا انك تسجل بياناتك زي اسمك، رقمك المدني، ورقم تليفونك. هتختار الميعاد المناسب ليك ويكون من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 1 الظهر طبعا، وهتسجل خلاص. هنا بقى الموقع هيبعت لك رسالة بتأكيد الحجز، هتخلي الكود معاك وتستخدمه لما توصل السفارة في ميعادك. كمان ممكن تحجز ميعاد ويكون مش من خلال الموقع الإلكتروني، بالظبط كده هيكون من خلال تطبيق خاص بالسفارة المصرية، هتنزله على موبايلك وهتتبع الخطوات العادية في التسجيل على التطبيق. كمان هتدخل اسمك ورقمك المدني وصورة طبق الأصل من بطاقتك المدنية، وهتدخل بريدك الإلكتروني ورقم تليفونك في الكويت، وتكتب كلمة السر وتختار إنشاء حساب. هنا بقى هيتبعت لك رقم تحقق على تليفونك، وهتختار طريقة دفع الاشتراك في الخدمة، واللي هتكون حوالي 1.5 دينار كويتي لمدة سنة، أو الاشتراك لمدة 6 شهور وبرسوم 1 دينار بس. وتقدر تعمل أي خدمة ممكن تتخيلها بتقدمها السفارة المصرية في الكويت من خلال التطبيق ده. بعد ما قلت لك كل التفاصيل دي، هل انت جربت الخدمات دي ولا لسه؟ وهل فعلا شايف انها بتوفر وقت ومجهود ولمست ده في الواقع، ولا برضو بتروح تلاقي الحال زي ما هو؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.